الملاعب اللي بتتفرج عليها لمدة 90 دقيقة دي دورها في تاريخنا كبشر بيرجع لآلاف السنين، أقدم من سكك حديد الثورة الصناعية، وأقدم كمان من كاتدرائيات العصور الوسطى، وأهميتها ما تقلش أبداً عن المباني دي. بدأت فكرتها من الدولة الرومانية واعتبرها الإنجليز جزء من تراثهم الوطني ومكان لتحقيق الأحلام. وبتكنولوجيا العمارة في العصر الحديث اتغير شكلها اللي احنا نعرفه، وما بقتش مجرد ملعب كورة، لأ، الموضوع بقى أكبر من كده بكتير. أهلاً بيكم في حلقة جديدة من المعماري، أنا أحمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكاية. حكايتنا بتبتدي من قلب العاصمة الإيطالية روما، قدام واحد من أقدم وأعرق الملاعب الرياضية في التاريخ، وهو مدرج فلافيان المعروف بالكلوسيوم. المدرج ده بدأ الرومان تنفيذه سنة 70 ميلادياً، ونفذوه في مدة 10 سنين، وعلى الرغم إننا مش عارفين لغاية دلوقتي مين المعمار اللي صممه، بس معروف جداً إنه كان بيستخدم في عروض المصارعة والقتال، زي ما شفنا كده في فيلم جلاديتور بتاع روسل كرو. في الوقت ده بيتجمع آلاف المتفرجين من كل فئات الشعب الروماني علشان يتفرجوا على أمهر المحاربين وهم بيصارعوا بعض أو بيصارعوا أشرس الحيوانات. وخلينا أقولك إن المدرج ده برغم إنه اتبنى من أكتر من 2000 سنة، لكنه يعتبر من أعقد المباني من الناحية الهندسية. مبنى بيضاوي مبني على مساحة طولها تقريباً 189 متر وعرضها 156 متر وارتفاعه بيوصل ل 48 متر، يعني أكتر من 16 دور بحسابات دلوقتي. وهنلاقيه زي أغلب الملاعب اللي بنشوفها دلوقتي متقسم لقسمين أساسيين. أول واحد هو الأرينا أو مساحة اللعب نفسها، ودي بتكون عبارة عن ساحة بيضاوية تقريباً 75 في 44 متر، وهي دي ساحة القتال بالنسبة لهم. بس مش دي المهمة، المهم إن في تحتها مكان اسمه الهايبوجيم، وده عبارة عن شبكة من الأنفاق والغرف، وبيكون فيها منصات متحركة، ودي وظيفتها إنها ترفع الحيوانات والوحوش لساحة الملعب من فتحات مخصصة معمولة علشان كده. وهنلاقيهم كمان عاملين فيها مدخل مخصوص للإمبراطور علشان في بعض الماتشات ينزل أرض الملعب ويحيي الجمهور، فيكون الدخول بتاعه دخول مسرحي يليق بيه. القسم التاني بقى هو المدرجات، واللي بتستوعب لغاية 50,000 متفرج، وده رقم مش صغير بالنسبة لوقتها. الاستادات اللي اتعملت من كام سنة في كاس العالم كان أغلبها بيستوعب 40,000 بس، متخيلين الموضوع؟ في الوقت ده كانوا مقسمينها بحيث تكون الصفوف الأولى مخصصة لأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الشيوخ، وبيكون قدامها منصة كده اسمها البوديوم، ودي كانت مخصصة للإمبراطور وعيلته، دول كده في مستوى واحد. المستوى التاني بقى من المدرج كان مخصص للأشخاص المقربين من السياسة والحكم، وبعدها بيجي المستوى التالت، وده كان مخصص لعامة الشعب، الجماهير بقى، يعني نقدر نقول إنها نفس فكرة الدرجة الأولى والتانية والتالتة اللي موجودة دلوقتي. المبهر في الكولوسيوم مش بس التقسيم الداخلي، لأ، ده حتى شكله من بره. الواجهة الخارجية بتاعت الملعب اللي بتتكون من أربع مستويات فوق بعض، لو ركزنا في أول ثلاث مستويات هنلاقيهم متصممين على شكل أرشاط أو أقواس معمارية، بالظبط 80 قرش في كل مستوى، والأرشاط دي شايلها أعمدة بستايلات معمارية مختلفة. يعني مثلاً الأعمدة اللي موجودة في الدور الأرضي دي معمولة على طراز اسمه توسكان، وده التفاصيل اللي فيه بتكون بسيطة مش معقدة، والأعمدة اللي في الدور الثاني أيونيك التفاصيل فيه زيادة شوية، وأعمدة الدور الثالث كورنسي، وده أكتر عمود فيه تفاصيل، يعني كل ما بنعلى التفاصيل بتزيد. طبعاً الموضوع ده ليه بعد رمزي هبقى أشرحه لكم في حلقة لوحده، بس خلينا دلوقتي نركز على الملعب نفسه. هنلاقي إن المعماري غطاه من بره بحجر لونه فاتح، اللي مع ضخامة الملعب بقى واحد من أهم علامات المدينة، يدي إحساس بالرهبة لأي حد بيشوفه، ويمكن تصميمه الرائع ده هو اللي خلاه أيقونة معمارية بننبهر بيها لحد النهاردة. بس تمر آلاف السنين والرياضات القديمة دي كلها تختفي، ويبدأ القرن 19 وتنتشر رياضة جديدة في شوارع وساحات إنجلترا بيسموها كرة القدم، الرياضة اللي اشتهرت بشكل كبير وبقت محتاجة مكان تتلعب فيه بشكل رسمي بدل ما بنلعبها في الشارع. وهنا تظهر فكرة ملاعب كرة القدم، والإنجليز سبقوا فيها العالم كله، لأنهم في سنة 1804 بنوا ملعب ساندي جيت، وده كان أول ملعب كرة قدم في التاريخ، وكان بيستوعب من 700 ل 1300 شخص بس. علشان تعرفوا الرومان كانوا جامدين إزاي، 50,000. وتبدأ شعبية اللعبة تزيد في إنجلترا والعالم كله،
لحد ما يقرر الإنجليز إنهم يبنوا واحد من أكبر الملاعب في الوقت ده، وهو ملعب ويمبلي القديم اللي افتتحوه لأول مرة سنة 1923. بس المرة دي تفوقوا على الرومان بقى، صمموا الملعب بحيث يستوعب 125,000 متفرج، رقم مرعب. ومن أكتر الحاجات اللي كانت بتميز الملعب ده هما برجين توأم ارتفاعهم 38 متر، ومع مرور الزمن اتحولوا الأيقونة للكرة الإنجليزية. والملعب ده مهم جداً في إنجلترا، بالنسبة لهم برضو ملعب أيقوني، علشان كده قرروا إنهم يجددوه سنة 2000. ساعتها هدوا الملعب القديم وكانوا عايزين يبنوا مكانه واحد جديد، بس كان عندهم توجه مختلف. قالوا لنفسهم إحنا ليه نبني ملعب بالضخامة دي وندفع فيه التكلفة العالية دي علشان بس يتلعب عليه ماتش أو اتنين في الأسبوع؟ إحنا ليه ما بنحاولش نكسب منه أكتر، خصوصاً إنه الملعب الرسمي لإنجلترا، زي كده استاد القاهرة عندنا. ومن هنا نورمان فوستر المعماري اللي صمم الملعب الجديد كان واعي قوي لأهمية الملعب القديم وقيمته عند الإنجليز، وكان عايز يحافظ على ده، بس في نفس الوقت يقدم ملعب عصري يكون هو الأيقونة الجديدة، تحفة معمارية العالم كله يتكلم عنها. وقدر فعلاً إنه يصمم استاد بيستوعب لغاية 90,000 متفرج، متغطي بسقف متحرك، يعني نقدر نفتحه ونقفله بسهولة. وده كان مهم جداً علشان أرضية الملعب لازم تتعرض للشمس لفترات معينة في اليوم، علشان كده بيفتحوا السقف ويقفلوه في الوقت اللي هم عايزينه. وبرضه كان لازم يعمل حاجة مميزة في الاستاد زي البرجين اللي كانوا موجودين في الملعب القديم، علشان كده هنلاقيه عمل قوس ضخم جداً ارتفاعه بيوصل ل 133 متر ومايل بزاوية 22 درجة تقريباً، وبيغطي الملعب بالكامل بحيث من ناحية يكون لاند مارك أيقوني بيميز الملعب وسط المدينة، ومن ناحية تانية بيشيل وزن السقف عن طريق الكابلات، لأننا طبعاً عارفين إن ما ينفعش نعمل أعمدة خالص في الملاعب علشان الرؤية. وفعلاً قدر الملعب الجديد يعوض الملعب القديم، وبقى بيتلعب عليه كل سنة أهم ماتشات في إنجلترا زي نهائي كاس الاتحاد وكاس إنجلترا والدرع الخيرية، واللي متابع كورة هيكون عارف ده كويس. ده غير إن الملعب بيستضيف ألعاب تانية زي بطولة سيارات اسمها ريس أوف شامبيونز، اتلعبت على استاد ويمبلي مرتين ورا بعض 2007 و2008، وكمان بيستضيف ماتشات كرة القدم الأمريكية. وزي ما قلتلكوا علشان يكسبوا منه أكتر هنلاقيهم صمموا تراك للجري بيتركب فوق أرضية الملعب بحيث يستخدموه كمان كملعب لألعاب القوة، الجري بقى والوزب العالي والوزب الواطي وكل الكلام ده. بس للأسف بعد تنفيذ الاستاد ما استخدموش الفكرة دي ولا مرة، لأنها مكلفة جداً وبتاخد أسابيع علشان تتنفذ، علشان كده الفكرة ما نجحتش قوي في استاد ويمبلي، بس فضلت موجودة وعايزين يعملوها. علشان كده هنلاقيهم بعد 20 سنة قرروا إنهم يكرروها تاني في ملعب وايت هارت لين، بالظبط ملعب فريق توتنهام اللي صمموا مكتب بوبيلس بتكلفة بتوصل لمليار جنيه استرليني، وافتتحوه في 2019 وسموه بعد كده توتنهام هوتسبر ستاديوم. الملعب ده حقق طموح الإنجليز، لأول مرة يعملوا ملعب أرضيته بتتحرك بالكامل علشان يستخدموه في أكتر من رياضة، يعني هو من الأول متصمم للأمريكان فوتبول، بس لو في ماتش كورة بيغيروا الأرضية عادي جداً وتتحول لملعب كرة قدم. وخلينا أشرح لك الموضوع ده اتعمل إزاي. شركة SCX Special Projects الإنجليزية اللي صممت أرضية الملعب قدرت إنها تقسم ملعب الكورة لثلاث شرايح من الفولاذ، وزن الشريحة الواحدة 3000 طن تقريباً. الألواح دي متثبتة على نظام حركة بيسحبها ويخزنها تحت المدرجات الجنوبية للملعب علشان يستخدموا الملعب في ماتشات الأمريكان فوتبول، دي الأرضية الثابتة. وفي وقت ماتشات كرة القدم العادية نظام الحركة بيخرج الأرضية ويثبتها مكانها في مدة مش بتزيد عن 25 دقيقة. وكمان جوانب الملعب اللي فيها أماكن المدربين والأجهزة الفنية وأنفاق دخول اللعيبة بتشتغل بنظام هيدروليك علشان تتحرك لفوق ولتحت على مسافة 1.65 سنتي على حسب إحنا بنستخدم أنهي أرضية دلوقتي، اللي فوق ولا اللي تحت. ومن الحاجات المميزة اللي عملوها كمان إن ملعب توتنهام القديم كان معروف جداً في الدوري الإنجليزي بصخب الجماهير، فالمعماري حب يحافظ على الميزة دي ويطورها. علشان كده مكتب بوبيلس المعماري صمم الاستاد بشكل معين بحيث المدرجات الشمالية والجنوبية تكون مدرجات متصلة، وحط المرافق كلها في المدرجات الشرقية والغربية، بالشكل ده يجمعوا أكبر عدد من الجماهير في مكان واحد. وكمان صمموا مجموعة ألواح متثبتة تحت سقف الاستاد مهمتها الوحيدة إنها تعكس أصوات الجماهير تاني جوه الملعب، علشان الشهرة المعروفة عن صخب جماهير توتنهام
تفضل مكملة في الملعب الجديد. وبكده بقى عندنا ملعب بيستوعب أكتر من 62 ألف متفرج، ونقدر نستخدمه في لعبتين مش لعبة واحدة، وده طبعاً حقق نجاح كبير. ده غير إن الاستاد بيقدم أنشطة وخدمات تانية كتير غير الكورة علشان يجذب الجمهور ويحقق مكاسب أكبر. فعملوا فيه 60 مطعم مختلف وأنشطة ترفيهية للجمهور وأماكن للتسوق، بحيث يكون وجهة للناس في أي وقت مش بس وقت الماتشات. والأسبان حبوا يكرروا نفس الفكرة في استاد سانتياغو برنابيو، الملعب الرسمي لريال مدريد، واللي شاهد على إنجازات تاريخية كتير للفريق. علشان كده الإدارة حبت تكرر نفس اللي اتعمل في ملعب توتنهام ويعملوا واحد جديد، بحيث يوصل طاقته الاستيعابية ل 82 ألف متفرج بدل 75 ألف. وصمموه على شكل مركبة فضائية بارتفاع 57 متر، وبرضو عملوا فيه سقف بيتحرك، وعملوا فيه نفس فكرة الأرضية اللي اتعملت في ملعب توتنهام، بس قسموها المرة دي لست أجزاء من ألواح الفولاذ. بيطوروا بقى الألواح دي، بتتفرد برضو وقت ماتشات الكورة، بس الفرق إنها بتتخزن في غرفة ضخمة تحت الأرض عمقها بيوصل ل 25 متر، بيكونوا كلهم فوق بعض، والغرفة دي مجهزة بالكامل علشان تحافظ على العشب، ونقدر نعمل له صيانة كمان. فيها نظام إلكتروني للري، ده غير إن في نظام محاكاة لأشعة الشمس علشان العشب ما يموتش. كل ده تحت الأرض، وبكده هم قدروا يستغلوا أرضية الاستاد في أي حاجة تانية، تنس بقى، سلة، أو حتى يعملوا فيه حفلات. المهم يحققوا منه أكبر عائد ممكن. وبرضه عملوا فيه متحف لريال مدريد بيعرض الكؤوس والبطولات اللي فاز بيها النادي على مدار تاريخه، والنادي بيعمل جولات للجمهور جوه الملعب والمتحف، يقدر أي حد يحجزها بسهولة وفي أي وقت. طب الخلاصة بعد الرحلة التاريخية اللي مرينا بيها دي، من ملعب الكولوسيوم في العصور الرومانية لحد سانتياغو برنابيو في العصر الحديث، هنكتشف إن الملاعب الرياضية مش مجرد مساحة لعب، لكن ليها قيمة معمارية كبيرة، وفي العصر الحالي بقى ليها كمان قيمة اقتصادية، وبالتكنولوجيا الحديثة نقدر بسهولة نستخدمها في أكتر من رياضة وفي أنشطة مختلفة علشان نحقق منها أكبر ربح ممكن، وهو ده الشكل الجديد لملاعب المستقبل. وفي نفس الوقت الملاعب بتعكس هوية المجتمع وتاريخه ورمز للفخر والتباهي، وده هتشوفه في تصريح اللاعب الإنجليزي جاري ألكساندر اللي قال عن هدف سجله على ملعب ويمبلي سنة 2009 إن الهدف ده حلم لأي لاعب، لأنه سجله في الاستاد الوطني، المكان اللي بيتحقق فيه الأحلام. وبس كده خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وطبعا لايك وشير للحلقة، وخلونا دايما نتناقش في الكومنتات، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من المعماري.